طبعا حضراتكم عارفين المثل اللي بيقول ايه، ياما في السجن مظالم. الحقيقة انه المثل ده حقيقي، حقيقي ليه؟ لانه في ناس بترتكب افعال تعتبر، او هي مش تعتبر، هي فعلا جنايات بيعاقب عليها القانون، ولكن بيرتكبوها بحسن نية، لأنهم مش عارفين إن هي دي أفعال مجرمة. فأنا كنت يعني عملت منشور في رمضان اللي فات، وقلت إن أنا إن شاء الله يعني ناوي أعمل فيديوهات لتثقيف الناس في هذا الأمر، علشان يعني إن شاء الله أكون سبب بإذن الله تعالى في إن الناس يعني تتجنب الوقوع في أفعال مجرمة قانونا بدون قصد وبحسن نية. النهاردة إن شاء الله هتكلم على فعل بيرتكبه السادة الموظفين تقريبا بشكل يومي، وهم مش مدركين إن هو ده جريمة معاقب عليها قانونا. الفعل ده هو ايه؟ هو تزوير في اوراق رسمية. طيب علشان نعرف التزوير في اوراق رسمية ده بيتم ازاي؟ بيتم بعدة طرق القانون نص عليها. اول طريقة هي المحو. المحو يعني ايه؟ يعني حضرتك كموظف في الحكومة او في القطاع العام أو كده، كتبت جملة وبعد كده رأيت إن الجملة دي مش ده مكانها أو إنها مكررة أو كده يعني، فتروح تشطب عليها، أو إنك تجيب كوريكتور وتمشي تعدي بالكوريكتور على الجملة دي وإيه تمحوها، وبعد كده تكتب فوق منها الجملة الصحيحة. ببساطة اللي انت عملته ده اسمه تزوير في أوراق رسمية بطريقة المحو. بطريقة ايه؟ طريقة المحو. يبقى المحو زي ما قلنا اما بالشطب، انك تجيب القلم وتشطب، ودي غالبا يعني مش بتبقى موجودة في العمل لأنها بتشوه المنظر، فإخواننا الموظفين مش بيلجأوا إليها. لكن أكتر صورة في المحو بيلجأوا إليها هي إيه؟ الكوريكتور، وده خطير جدا. طيب واحد يقول لي أنا يعني أنا كتبت جملة والجملة دي مش في مكانها أو مكررة أو أو أو، طب أنا عايز أصلح أعمل إيه عشان أنا أصلح الجملة وفي نفس الوقت ما كونش ارتكبت جريمة تزوير في أوراق رسمية؟ أقول له الموضوع بسيط خالص خالص. تعالى في أول الجملة وافتح قوس، وفي آخر الجملة وافتح قوس تاني، وجنب القوس التاني ده اكتب علامة كلمة صح. يعني هتفتح قوس من أول الجملة وقوس آخر الجملة وتكتب علامة صح. كده أي حد هيقرأ الورقة دي أو المستند ده هيلاقي كلمة القوسين وكلمة صح، هيعرف ان ما بين القوسين لاغي، ويبقى كده انت ما ارتكبتش جريمة تزوير في اوراق رسمية، وفي نفس الوقت صلحت الغلط اللي انت وقعت فيه. انما تستخدم الكوريكتور ده خطير جدا، حتى لو كانت الامور بتعدي معاك بخير وسلام فيما مضى، لكن انا يعني بقول لك على النص القانوني، وعلشان كده انت لازم تلتزم به، لانه ما حدش يعرف يعني ممكن الامور تتطور معاك بطريقة سيئة، وزي ما قلت في بداية الفيديو انه ياما في السجن مظاليم. طيب الطريقة التانية اللي ممكن بيتم بيها التزوير في اوراق رسمية اللي هي الكشط. الكشط اللي هو انا اجيب موس واكشط اللي انا كتبته، او اجيب استيكة او اي اداة من الادوات دي واحاول اكشطها
واكتب فوجمانة، ده برضو يوجعك في جريمة تزوير في أوراق رسمية. طب في ايه تاني؟ التحشير. التحشير يعني ايه؟ يعني ان في كلمة وبعديها كلمة، اجي انا في النص كده اهو بين الكلمة الاولانية والتانية ما بينهم، واروح مزنك كلمة، يعني بالبلدي كده احشرها، ده يوجعك في جريمة تزوير في اوراق رسمية. طيب في بعد كده التقليد. التقليد يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تلاقي مستند مكتوب فيه توقيع الموظف المختص، جنب منه توقيع المراجع، جنب منه توقيع المدير. يجي الموظف المختص، الراجل عايز يخلص الأمور وعايز يعني المدير مش قاعد، المراجع مش قاعد، المش عارف ايه، فهو عايز يخلص الأمور، فيوقع تحت الخانة اللي مكتوب فيها المراجع أو الخانة اللي مكتوب فيها المدير، وده بيرتكبه على أساس إن هو يخلص العمل، ينجز العمل يعني، تمام. لكن الحقيقة إنه أنت كده بتجلد إمضة المراجع أو المدير أو الرئيس في العمل أو غير ذلك، يبقى أنت كده بترتكب جريمة تزوير في أوراق رسمية. يبقى المفروض أنت لا توقع إلا في المكان المخصص ليك أنت وفق صفتك الوظيفية، وفق صفتك الوظيفية. يعني مكتوب الموظف المختص، أنت توقع في الخانة بتاعة الموظف المختص، ما توقعش في أي خانة تانية، وإلا هتبقى ارتكبت جريمة تزوير في أوراق رسمية. طيب يبقى احنا كده قلنا المحو والكشط والتحشير والتقليد. طب في ايه تاني؟ اخر صورة اللي هي كتابة غير ما يملى عليك. ازاي؟ يعني انت حضرتك موظف وبتكتب، حد مواطن بيمليك كلام وانت المفروض ان انت تكتبه، المفروض ان انت تكتب الكلام زي ما بيتقال لك بالظبط. يعني لو المواطن بالبلدي كده قال لك ريان يا فجل، اكتب ريان يا فجل، ما تقولش والله انا هروح يعني احسن الالفاظ واحسن مش عارف ايه، لا 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 خالص، لانك انت لو عملت كده ممكن لا قدر الله الامور تتطور معاك وتتحول الى جريمة تزوير في اوراق رسمية. طيب مشكلة الجريمة دي ايه؟ مشكلتها ان العلم بيها مفترض، يعني القانون قال ايه؟ قال العلم بارتكاب جريمة التزوير في اوراق رسمية علم مفترض. يعني ما ينفعش حضرتك تاجي تقول في المحكمة تدافع عن نفسك، تقول والله العظيم انا يعني ما كان قصدي او ما كانش عندي علم او ما كان، لا، ده العلم عندك هنا مفترض. علم ايه؟ علم مفترض. يبقى ما مش هينفع ان انت تروح المحكمة تقول انا ما كانش عندي علم، انا ما كنتش اقصد، انا مش عارف، الكلام ده لن يقبل منك، بالذات في جريمة تزوير في اوراق رسمية. يبقى ارجو ان انت سيادتك تحاسب وتخلي بالك من المواضيع دي، المواضيع تبدو صغيرة لكن المشكلة لو الموضوع اتطور ممكن تجلب معاك بجريمة تزوير في أوراق رسمية. وفي الحالة دي زي ما بقول، ياما في السجن مظالم، ياما في السجن مظالم، ناس كتيرة اتحبست لمجرد إن هي اتصرفت تصرف بحسن نية. الحقيقة إن جريمة تزوير في أوراق رسمية هي أكبر من كده بكتير خالص خالص، ومتشعبة أكتر من كده بكتير خالص خالص، ولكن إن أنا بحاول إن أنا أقدم فيديو تثقيفي اللي هم غير مختصين بالقانون، علشان بس أوعيهم بطريقة سهلة وبطريقة مبسطة، علشان إن شاء الله يبقوا دايما في خير وسلام وأمان، وربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ مصر بإذن الله من كل شر وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.